السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. يا شيخ، هناك الكثير من من الأئمة من هم لا يعطون وقتا للمأمومين لقراءة سورة الفاتحة. هل يجب على المأمومين الصمود والإمام يقرأ؟ في الجهرية؟ نعم. في الصلاة الجهرية ولا إيه؟ طبعا، صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر. الجمهور من العلماء يرون أنك تسكت لقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ويحملون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، على المنفرد أو على الإمام، أما المأموم فلا. نعم، بارك الله فيك.